بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفتيح بشرة اليدين بالوصفات الطبيعية هي من الأمور الهامة لكل سيدة تريد الحفاظ على بشرة اليد بيضاء وناعمة. طبعا قد تلجأ بعض السيدات إلى استخدام كريمات تفتيح بشرة اليدين، والتي معروف أنها تأخذ وقت طويل وتكون نتائجها غير مضمونة أحيانا، بعكس استخدام الأعشاب والمواد الطبيعية لتفتيح البشرة. وصفة طبيعية، كريم الزبادي لتفتيح بشرة اليدين بصورة فعالة. نحتاج إلى الزبادي الطبيعي، اليوغرت، زبادي طبيعي خالي من السكر، يوغرت طبيعي أي روبا، ونحتاج لنشا الذرة، نشا الذرة الكورن فلاور أو الميزنا، وكذلك نحتاج لماء الورد. يمكن تعويض ماء الورد بعصير الليمون إذا كانت البشرة غير حساسة لعصير الليمون. أولا، قبل أن أبدأ بهذا الكريم أو الوصفة، سأعطيكم نصائح للعناية باليدين. أولا، حافظي على رطوبة اليد بوضع كريم واقي من الشمس عند التعرض للشمس أو عند الخروج. الغسيل المتكرر والمفرط لليدين بالماء والصابون يعمل على إزالة الطبقة الزيتية الطبيعية التي تحمي بشرة اليدين من الجفاف. طبعا كذلك يجب أن يكون كريم الواقي للشمس والمخصص لليدين يحتوي على بعض المواد التي تقلل من فقدان الكولاجين مثل أكسيد الزنك. الحرص على عدم ملامسة يديك لمواد التنظيف في المنزل أثناء غسيل الأطباق وشغل البيت، وذلك بلبس قفازات، ويفضل التي تكون مبطنة والتي تحافظ على نعومة اليدين وترطيبهما. يجب تقشير بشرة اليدين كل أسبوع للتخلص من بقايا الجلد الميت وتفتيح البشرة بصورة فعالة. ويمكنك تقشير بشرة يديك بملعقة من السكر سواء البني أو الأبيض، وملعقة من الجليسيرين الطبي أو زيت الجليسيرين، وافركي يديك بهما، ثم اغسلي يديك بماء فاتر ووضع الكريم المرطب الخاص على اليدين. نأخذ 4 ملاعق شاي صغيرة من نشا الذرة الكورن فلاور. يمكن استخدام نشا الأرز، ولكن نشا الذرة رائع جدا في هذه الوصفة. نضع عليه 4 ملاعق شاي صغيرة من الزبادي الطبيعي اليوغورت، ثم نمزج المكونين مع بعض للحصول على كريم الزبادي لتبييض اليدين وإزالة الإسمرار وحتى ترطيبهما. إذا كان مرطب اليدين لا يتوفر عندك بالبيت ساعتها، يمكنك الاستغناء عنه والاكتفاء فقط بهذا الكريم، فهو كذلك يعتبر مرطب لليدين ويزيل حتى الجفاف عنهما. نضيف ملعقة شاي من ماء الورد. ماء الورد، استخدمي أي نوع ماء ورد متوفر في البيت، حتى وإن كان ماء الورد الخاص بالمطبخ يمكنك استخدامه. البديل هو ماء الزهر أو كما سبق وقلت عصير الليمون. نخلط هذه المكونات حتى الحصول على كريم الزبادي. نضعه على بشرة اليدين ونترك هذا المزيج إلى أن يجف تماما. بعدما يجف تماما نقوم بشطف اليدين مباشرة. نكرر استخدام هذا الكريم مرتين في اليوم، ومن أول يوم ستلاحظين الفرق يكون واضح جدا. استمري على عمل هذا الكريم يوميا، احفظيه بعلبة محكمة الإغلاق بالثلاجة صالح الاستخدام لمدة أسبوع كامل. آمن للحوامل، المرضعات، الرجال، وحتى الأطفال الصغار من عمر 10 سنوات فما فوق يمكنهم استخدامه وبكل أمان.
هذا الكريم له استخدامات أخرى حتى على بشرة الوجه، يعمل على تغذية بشرة الوجه لأن الزبادي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والمغنيسيوم والكالسيوم والعديد من المعادن الأخرى، يعمل على علاج بشرة وجهك الجافة ويرطبها لأن الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك، يساعد على تخلص بشرتك من حروق الشمس، كذلك يستخدم في تقشير الخلايا الميتة، يساعد على التخلص من جفاف بشرتك، يشد لك البشرة، يفتح البشرة، ينظف البشرة من الأوساخ والشوائب، ويساعد على إغلاق المسام الواسعة في بشرتك، يعالج تقرحات الحبوب والالتهابات، كما أنه يحافظ على بشرتك خصوصا بعد عملية إزالة الشعر. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.